رسول ديكتاتور روسيا ستالين إلى جزيرة العرب، والرجل الذي قتل بيدي ستالين، شيوعي كان بفضله الاتحاد السوفيتي أول دولة تعترف بالسعودية، ومسلم ملتزم بصلواته، اعتمر في مكة ثم أغضب ستالين بطلبه الحج. صداقته المخلصة لعبد العزيز بن سعود مؤسس السعودية وثقت علاقاتها بموسكو، لكن الصداقة ذاتها تسببت بقطيعة واعدة بين الرياض وموسكو ستالين، عرف بألقاب عدة بينها الباشا الأحمر وحاكيموف العرب. ماذا تعرف عن المسلم كريم حاكيموف، أول سفير سوفيتي للسعودية؟ المتدين الشيوعي. ولد حاكيموف عام 1892 في مقاطعة أوفا البشكيرية في عائلة إسلامية. تلقى أول تعليم له في مدرسة إسلامية معروفة في بلدة قرغلة، وفي مدينة أوفا التحق بمدرسة غالية الإسلامية، ثم أكمل دراسته بسيبيريا. بعد قيام الثورة البلشفية في روسيا عام 1917 انتقل كريموف لمعسكر الثوار الشيوعيين. تحول كريموف للشيوعية كان بسبب التمييز الطبقي ضد عائلته خلال حكم القيصر. حاكيموف الدبلوماسي. في عام 1920 دخل السلك الدبلوماسي بتعيينه ممثلاً لروسيا الفيدرالية في بخارى. بين 1921 و 1924 شغل منصب القنصل السوفيتي بإيران لإتقانه الفارسية والعربية، ما أن بزغ نجم عبد العزيز بن سعود بالجزيرة العربية حتى تنبه ستالين لضرورة تأسيس علاقات لموسكو مع القوة العربية الجديدة. الباشا الأحمر. وصل كريم حاكيموف شبه الجزيرة العربية في 1924 قبيل سيطرة عبد العزيز آل سعود على الحجاز وضمها لنجد، وفي 16 فبراير عام 1926 بات حاكيموف رسول ستالين رسمياً للجزيرة العربية. وصل حاكيموف لمكة وسلم مذكرة الاعتراف السوفيتي. الباشا الأحمر بادر للاعتراف السوفيتي حتى قبل اكتمال تأسيس السعودية عام 1932. بفضل حاكيموف السوفيت سبقوا كل الدول العظمى الأخرى للاعتراف بالسعودية. صديق الأمراء. رغم أن النفط لم يكن قد اكتشف حينها في السعودية، واجه الدبلوماسي السوفيتي محاولات قوية من ممثلي بريطانيا لإعاقة عمله، لكن حاكيموف حظي بصداقة عبد العزيز آل سعود واعتبره صديقه الشخصي، وبنى أيضا علاقات وثيقة بالأمراء السعوديين الكبار خاصة فيصل بن عبد العزيز. بمساعي الباشا الأحمر أرسلت موسكو مساعدات إلى الجزيرة العربية، بينها الحبوب والكيروسين. حاكيموف استدعى أيضا الأطباء السوفييت لتأسيس الرعاية الصحية في المملكة. كسب حاكيموف احترام السعوديين بمحافظته على صلواته وقيامه بالعمرة لبيت الله الحرام، كما حافظ على وطنيته بالعمل لصالح الاتحاد السوفيتي كدبلوماسي بالسعودية. لكن رفض ستالين طلب حاكيموف الحج خلال تواجده بالسعودية عكر الأجواء لأول مرة. بداية النهاية. في عام 1928 أرسل الباشا الأحمر في مهمة دبلوماسية إلى اليمن، ثم استدعي إلى موسكو عام 1932 بمناسبة زيارة الأمير فيصل بن عبد العزيز. المعاملة غير اللائقة للأمير أثارت استياء حاكيموف ووترت علاقاته بالمسؤولين بموسكو. عاد حاكيموف للسعودية مندوباً مفوضاً عام 1935، فتحسنت علاقات موسكو والرياض مجدداً، لكن ستالين عاد لاستدعاء حاكيموف إلى موسكو ليواجه مصيره المأساوي، أزمة إعدام حاكيموف. مع حلول عام 1937 اشتدت القبضة الحديدية الستالينية على الاتحاد السوفيتي، فكان حاكيموف من أوائل من اكتوى بنار القمع الستاليني بعد تسلمه مذكرة حضور فورية. عرض الملك عبد العزيز على حاكيموف اللجوء السياسي لكنه رفض. بالفعل ذهب إلى موسكو حيث أعدم رميا بالرصاص في 10 كانون الثاني عام 1938. غضب الملك عبد العزيز من إعدام صديقه جعله يقطع العلاقات مع موسكو، ليسجل التاريخ حينها أول أزمة دبلوماسية بين السعودية والاتحاد السوفيتي. وأنت ما رأيك بمسيرة حياة الباشا الأحمر؟